سوق الصياغ هذا اللي طبعا تم تأخيره وما نعرف الأسباب شنو هي. شنو الأسباب؟ الأسباب أخي المواطن يعني أصحاب المحلات يعني متماهلين يعني فقد مرة بالشؤون يعني مالتهم، كل واحد كان أخذ له محل بغير مكان وبغير مكان التهى، يابا تعالوا عمرو تعالوا عمرو. أن احنا قمنا بادر يعني قمنا نبني دكيكينا ونحسب الأصول وعن تغشى على الإعمار قدام عينك عن نبني، بس نغيد جهد من سيد المحافظ ومدير البلدية وهي ما مقصرين معانا بكل شيء، بس شغلة ما بيها بس نغيد تسقيف السوق حتى ترجع شوية الحياة مثل باب الصراي بس، والبقية الصياغ يعني نشدم تعال عمرو على محلاتكم وهذا أصلكم وهذا فصلكم. نحن نعمل جاهدين في سبيل إعادة ما دمره الأشرار، والسوق ما يمكن أن يعاد إلا من قبل أهلي. الأغلبية ساحقة من الصياغ تنتظر تعويضات، تنتظر البلدية تجي، وهذا شيء لا يمكن لا يمكن. الإنسان خلي يعتمد على نفسه، بارك الله بكل إنسان باذل جهود وتارك وقته في سبيل إعادة إعمار هذا السوق، بس مع كل الأسف مع كل الأسف قسم من الصياغ يفسرون هذا العمل عكسي وهو لصالحهم، وإن شاء الله نتأمل خير بالمسؤولين معنا إن شاء الله من محافظة أو رئيس بلديته أو أيا كان أو القائم مقام الالتفاتة إلى السوق، لأنه نحن ما عندنا سلطة. نجي على المي عندكم؟ نعم موجود المي، بس أغلب البواري من السيارات والعمل تكسرت. موجود موجود بيه مي، موجود موجود مي، موجود الأخوة كهرباء، كهرباء خلف الله على الكهرباء مشكورين، جابوا لنا خط هنا وخط غادي، ولا يمكن أن يمدون خطوط إذا ما تعمر المحلات، لأنه اللي راح يعمر محله ومادين انقطع السلك أو التسقيف أو التبليط. إحنا 200 محل تقريبا انبنى اللي كانوا شبه مهدمين ويا القاع، 200 محل يعني عندنا السوق تقريبا تأهل، نص السوق تأهل، ما بقى إلا محلات يعني مجرد بس تنظيف. ونحن هم ندعو من خلالكم أخوتنا الصاغة وعمامنا أنه هم يساهمون ومساعدة مع الدوائر، لأنه الدائرة تيجي تنفذ تسقيف، الطالب أنه الصاير هم يكون معاها يتحرك يأهل محلاته حتى تبدي الحملة، وإن شاء الله التخصيصات المالية جت على الموصل، وبحيث أنه التسقيف الكهرباء الأستاذ أحمد أمجد وعدنا أنه الكهرباء خلال 3 أيام 4 أيام يتأهل، بس بعد ما أنه الصاغة يجاوبون معانا ويبدون ينفون. احنا تمام عانوا كثير الصياغ وتأذوا كثير، لكن ان شاء الله ايد مع ايد احنا هنعمر المدينة، وسوق الصياغ هو والسرج خانة وباب الصراي يعني من الأعمدة الأساسية للجانب الأيمن.